13 عاماً على مسيرة العطاء المستمر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فقد تبوأت دولة الكويت في عهده مقاماً عالياً عربياً ودولياً، وانطلقت فيها رؤية كويت 2030 الساعية لتحويلها إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. واليوم والكويت تحتفل برفع العلم، عبر المواطنون عن حبهم لوطنهم والتفافهم حول أميرهم. الله يطول بعمره ويحفظ لنا قائد الإنسانية والإنجازات الكثيرة اللي إنجزها في سبيل الإنسانية، في سبيل توحيد دول الخليج، وهو ما قصر دائما دؤوب في هذا العمل والمحافظة على أمن الدولة وأمن الخليج. لاحظنا المزيد والمزيد من الإنجازات والتطور السريع الذي تم مؤخرا في دولة الكويت، وكذلك مساعيه الإنسانية أولا قبل أن تكون سياسية في حل المشاكل سواء على مستوى الخليج أو مستوى الوطن العربي. نبارك صاحب السمو أمير الدولة على تولي الحكم، هو فخر الأمة الإسلامية والعربية وفخر لنا وقائد الإنسانية. كلمات بسيطة عبر فيها الشارع الكويتي، ولكنها تحمل معاني كبيرة. كيف لا، فقد أصبحت الكويت قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتبوأت مكانة عالية، وكانت للدبلوماسية الكويتية دور رائد في حل النزاعات حول العالم. طبعا فخر لنا ولكل الدولة، يعني شيء نفتخر فيه ونعتز فيه. وصراحة يعني لو تكلمنا كلام ما نلحق ما سوى، كله بركة. الله يديمه علينا وأبونا، وهو إحنا تحت رعايته، والله يخلي لنا ويحفظه ويحفظ الكويت. إن ترسيخ سموه مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة عبر آليات حفظت للكويت مكانتها بين العالم هو أكبر دليل على حنكة القيادة التي تضع رفعة البلاد نصب عينيها وتعمل بكل جد لمستقبل أفضل. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.